الله الرحمن الرحيم. معاكم الاستاذ دكتور محمد حلمي شهر القلب في معهد القلب. الحقيقه ليا شرف في حضور المؤتمر، انه مؤتمر بيتحدث على كل ما هو حديث وجديد في علم القلب، بدءا من الدعامات اللي مرتبه الشرايين، الاجهزه المتقدمه جدا في مجال القلب، المنظمات القلب، الادويه الحديثه جدا كلها بنتكلم فيها، وفي جمع كبير جدا من الاطباء، وده يفيد معظمه الاطباء اللي هم لسه صغيرين، يعني شباب الاطباء، لان هم يستفيدوا من المجال دوت في حياتهم العمليه مع المرضى بعد كده. شكرا.